طيب يمكن دايما مع احتفالات الكريسماس بنعيش الايام دي كمان احتفالات بايام وطنيه في كل انحاء البلاد، ولكن بتكون بتحمل حكايات وقصص طريفه شويه، مش ايام وطنيه تقيله يعني نقدر نقول يوم الاستقلال والحاجات دي. صحيح، لكن هي بتحمل قصص وحكايات بتخلي كتير من جدا من الشعوب دي بتحتفل بذكرى بتكون مميزه ليهم في هذه الايام. ولو رحنا بالتحديد للولايات المتحده الامريكيه هنلاقي عدد كبير من الايام الوطنيه، ومثلا النهارده بالتحديد 28 ديسمبر هو اليوم الوطني للحلوى والشوكولاته. كمان النهارده بنحتفل باليوم الوطني للعب الكوتشينة واليوم الوطني لمشاهده الافلام القصيره. يعني اعتقد ان هي كلها احتفالات بحاجات فعلا معظمنا كلنا او معظمنا بيحبها طبعا. يعني لو بدانا كمان بحديثنا عن اليوم الوطني للاحتفال بالشوكولاته ورجعنا لتاريخ ازاي بدات قصه الشوكولاته، وعايزه اقول لكم هي كانت من البدايه عباره عن مشروب فقط، ما كانتش عباره عن قطعه حلوى بناكلها، هي كانت عباره عن مشروب بس. وكمان المشروب ده ما كان طعمه مر، ما كانش مذاقه حلو في الفتره دي، ويمكن بيرجع كمان اصلها للحضاره اللاتينيه، الحضاره اللي بدات بالشباب. ما ندخل يعني بالتفصيل بموضوع اليوم الوطني للشوكولا في الولايات المتحده الامريكيه، الايام دي هي ايام مهمه جدا ليها ذكرى خاصه عند كل الشعوب والدول، ربما ان كان طبعا بعض الدول العربيه او حتى الولايات المتحده الامريكيه وبعض الدول الاوروبيه، لانه كل ذكرى تاسيس يعني حاجه معينه بيكون ليها حكايه، ليها قصه، ليها حاجة مميزة خلوها أو خل يعني خلت الدول دي أو الحكومات تعمل يوم وطني مخصص ليها. زي ما كنتي بتقولي اليوم الوطني للحلوى أو حتى للشوكولا في أمريكا، وفقا لبعض المعتقدات تم اختراع الشوكولا في أمريكا تقريبا من حوالي 4000 سنة يا دانيا. القصة بترجع أن السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية شاهدوا شجرة الكاكاو لأول مرة في غابات أمريكا زي النهاردة، وبدأت طبعا صناعة الشوكولا من بذور حبة شجرة الكاكاو. كمان انتقلت زي ما احنا عارفين من المكسيك وأمريكا لكل مكان في العالم. انت بتحبي الشوكولا ولا مين ما بيحب الشوكولا؟ كلنا هيدا بنحب هيدا الشيء يعني، بس بنخاف على حالنا شوي ما ناكل زياده يعني. بس بتعرفي قبل كان الشوكولا له طعم غير، يعني شوي بنقول لاذع او مر، ولكن مع الوقت صار له نكهات كثيره، صار يعملوا له اضافات، يحطوا له عسل، بندق، فانيلا، هيدا الشيء بيعطيه هيك مثل طعم احلى. صحيح، صار اطيب مثل ما بيقولوا. ما هو كل شويه بقى الفكره بتتطور، بيخترعوا حاجات جديده وبيعملوا حاجات جديده، فاكيد صح 100%. والفكره يا ليلاس انه بدايه التصنيع الشوكولا كان طعمه يعني كانوا يحطوا قصص، يعني احنا ما نلاقيها طيبه مثل هلا الشوكولا المر بنقول. الشوكولا المر اللي هو الدارك شوكولات اظن هو يعني اكثر فائده، وهو طعم الشوكولا الاصلي من غير ولكن نحن ما متعودين عليه كثير، بنحب الشوكولا الحلو. عايزه اقول لكم دلوقتي طفيت شوي يعني انا بحب الشوكولا المره ولا بصي انا ماليش في الشوكولات قوي الصراحه، بس يعني انا ممكن اكل دارك شوكولات يعني لو نفسي جابت ان انا اكل حاجه حلوه، لكن عاده ما بليش في الحلويات قوي. لكن عايزه اقول لكم كمان ان بالتحديد في وقت ما تم بدء يعني اكتشاف شجره الكاكاو وبترجع لحضاره امريكا اللاتينيه بالتحديد، كان في الوقت ده كمان بيستخدموها ليلاس ويا دانيا، عايزه اقول لكم كانوا بيستخدموها كدواء وكمان اثناء ممارسه طقوسهم، وما كانتش مشروب حلو وقتها يعني كانوا بيستخدموها استخدامات تانية. طيب احنا برضو يعني بما انه بنتكلم عن الايام الوطنيه لعدد من الحاجات في الولايات المتحده الامريكيه، في عندنا برضو يوم وطني تاني ايام. صحيح، زي ما انا قلت في البدايه الكوتشينا. اعتقد كلنا لعبنا اللعبه دي، مفيش حد ما لعبهاش يعني. هي طبعا خدت شكل جديد دلوقتي وتطورت، ولكن اللي بيوافق كمان النهارده هو يوم لعب الكوتشينا. وفكره اليوم ان بيتم دعوه من الاصدقاء والمقربين عشان نقدر ان احنا طبعا نلعب اللعبه دي، وكمان تنظيم مسابقات منزليه للعب اوراق الكوتشينه. لكن ايه حكايه اليوم الوطني للعب الكوتشينه؟ القصه بالتحديد بتعود للقرن التاسع لما بدا الصينيين بالتحديد في تطوير الالعاب باستخدام النقود والاوراق، واللي ما كانتش بتشبه اوراق اللعب اللي بنعرفها حاليا. ومع اختلاف الانواع دي والاساليب اخذت لعب الكوتشينه اشكال مختلفه، وكانت أشهر ألعاب الكوتشينة الموجودة بالتحديد في مصر القديمة وكمان عصر النهضة في أوروبا. وحتى يا آية أنه الأمريكيين أنفسهم ما كانوش يعرفوا أصل
تسمية اليوم ده يعني باليوم الوطني طبعاً للعب الكوتشينة، ولكن المؤرخين أرجعوه للأيام الأولى اللي وصل فيها الأوروبيين لأمريكا واستوطنوها، ومع تأسيس المجتمعات الأولى كان بيجتمع أهل الحي للعب أوراق الكوتشينة في الليل، وكانت هي تسليتهم الوحيدة في الوقت ده. أنا عايزة أقول إنه يعني أكيد في مظاهر عملوها في موضوع الاحتفال باليوم الوطني للكوتشينة، وده حددوا أي الموقع الأعياد الوطني الأمريكية بيقول للمواطنين إيه، إنه لازم يجمعوا نفسهم عشان يحتفلوا باليوم ده مع بعض طبعا من الأصدقاء ويلعبوا الكوتشينة، ينظموا كمان دورات ومسابقات للعب الكوتشينة، ويحاولوا اختراع لعبة كوتشينة جديدة، أو نعلم شخص ما بيعرفش يلعب اللعبة دي خالص، نحاول إنه إحنا نعلمه برضو. يعني ممكن الأجيال الجديدة ما تكونش عارفة الشكل القديم للعب الكوتشينة فعلا. عموما هو يوم مسلي بالقصص والحكايات، تقاليد أخرى على الآيباد والتليفون صارت على التكنولوجي أكتر، لكن هو يوم مسلي فعلا مرتبط بقصص وحكايات كتيرة قوي بتوافق اليوم الوطني كمان للأفلام القصيرة في أمريكا. اليوم ده بالتحديد اتولدت فيه صناعة الأفلام السينمائية لما عرض الأخوان لومار برنامج خاص للأفلام القصيرة للجمهور لأول مرة، وبيقول المؤرخين إن سنة 1895 في باريس بالتحديد في جراند كافي الشهير هناك نشر الأخوين لومار حب السينما للعالم كله، وكان أول عرض للأفلام القصيرة بيتفرج عليه حوالي 33 مشاهد فقط زي النهاردة، وقدموا خلالها 10 أفلام قصيرة مدة كل فيلم منها حوالي 50 ثانية فقط. حتى يا آية يعني من شدة دهشة الحاضرين كان الأخوين لوميير يقوموا بتصوير أحداث اليوم، وقاموا بعرضها على الجمهور مع أفلام قصيرة أخرى لأحداث يومية زي خروج العمال من المصانع أو رحلة في القطار البخاري، ومن يومها ظهرت تجربة مشاهدة الأفلام من مقاطع قصيرة، لكن حملت بعدها طريق طويل من السينما، عشان كده كان مهم أنه يتم اختيار اليوم كيوم وطني لمشاهدة الأفلام القصيرة في أمريكا. يعني بما أنه إحنا بنتكلم برضو عن الأيام الوطنية كما يعني قلنا وعرضنا، نبتدي من الكوتشينة، هي اتطورت أخذت أشكال عديدة وكده، الحلوى والشوكولا برضو نفس الحاجة، أيضا ابتدينا بالفيلم القصير، وصلنا لسينما كبيرة ومهمة في الولايات المتحدة، فأظن أنه الأيام الوطنية في كل الدول هي أيام مهمة جدا لها ذكرى ولها طابع مهم جدا. عشان كده عشان الموضوع ده خلينا نسأل مشاهدينا، إيه هي المناسبة اللي بتتمنى أنه يتم تنظيم يوم وطني لها؟ طبعا حنستنى إجابتكم على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من صباح جديد.